مثقف بدرجة كبيرة جدا، افتقدناه للأسف طبعا بعد وفاته فجر اليوم. مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى طبعا الكابتن طه التوخة الذي وفاته المنية صباح اليوم. خالص التعازي للأسرة وخالص التعازي لجماهير النادي الأهلي ولأسرة النادي الأهلي بشكل عام في وفاة الدكتور طه التوخي. دكتور طه التوخي للمعرفة يمكن كان ليه دور طيب جدا في الوطن العربي، وكان أحد المدربين اللي فتح مجال كبير جدا للعديد من المدربين المصريين في منطقة الخليج العربي. كان بيقود منتخب الكويت في بطولة خليجي عام 1970 وفاز بكأس الخليج مع المنتخب الكويتي. في آخر بطولة خليجي عام 2017 أمير الكويت كرم دكتور طه التوخي على إنجازاته الطيبة مع منتخب الكويت، سبق ليه تدريب النادي الأهلي، سبق ليه العمل في السعودية، ودرب أيضا كمان فريق الهلال السعودي، محاضر دولي. وبخلاف كل هذا العمل المهني إنسان على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي، شخص قلما تجد شخصية قديرة ورائعة ومثقفة وطيبة بهذا الوصف. كان دائما بيتصل بالناس وبيطمن عليها سواء هو حتى هو موجود في المجال العملي أو حتى بعد ما ابتعد عن مجال التدريب خلال الفترات الأخيرة. البقاء لله لكل جماهير النادي الأهلي ولكل عائلة النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. طبعا دكتور طه التوخي في ذمة الله، البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نخرج لهذا التقرير من مراسم الجنازة صباح اليوم، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند ترند. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، فخر ليا والحمد لله ان انا وصلته بسلامه ومش لاقي كلام بصراحه. يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه بقدر ما اسعد الجميع الحقيقه. مش بتكلم عني انا وعن ولادي، عن اي حد عرفه. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه، صبر اهله، صبر ولاده احفاده، ويصبر كل الرياضيين، كل مصر بتعزيه، المديرين الفنيين اللي هو ابوهم وابونا، كل مجلس اداره الاتحاد والعاملين في اتحاد الكره، كل الرياضيين في مصر بنعزي وبننعي وفاه الاب والاخ والصديق. دكتور طه التوخي بالنسبه لي يعني افتقد الاخ الاكبر، بس بتعامل معه لانه ابويا الثاني. احنا كلنا فقدنا الرياضه المصريه كلها وكره القدم بصفه خاصه، فقدت شيخ المدربين المصريين والعرب. ولسه مكلمني في الامارات النهارده الصبح عشان ياخدوا هم سمعوا الخبر، فان شاء الله يعني ربنا يسعده على قد ما اسعد الناس كلها في كل مكان. كان فيه طيبه واخلاق وابوه وحنيه، كلهاش بتسيب بعض تقريبا اخر 20 سنه، فربنا يجعل مسواه الجنه ان شاء الله، ربنا كريم ان شاء الله. طه التوخي كان رمز كبير في الكره المصريه ورمز كبير في عيلتنا كلنا، يعني الحمد لله كان راجل طيب جدا وكان حنين علينا كلنا، وهو يعني تقريبا اللي رباني. ويعني طبعا النهارده ده يوم وحش جدا على الأمة العربية كلها والله، لأن ناس كتير قوي من الإمارات ومن الكويت ومن السعودية كانوا بيكلموه، وأنا كنت ببقى قاعد جنبه وبرد معاه عليهم، ويعني الحمد لله هو كان محبوب جدا من كل الناس الحمد لله. أنا بعزي نفسي طبعا وكل الوسط الرياضي في وفاة رمز، يعني أحد الرموز الكبيرة ورائد من رواد كرة القدم في يمكن في الشرق الأوسط كله. كان يعني الدكتور طه التوخي ربنا يغفر له ويرحمه، يعني واحد من اللي ارثوا بقى كره القدم الحديثه، يمكن زي ما اطلق عليه هو صانع الحضاره الكرويه في الخليج. يمكن برضو يعني معلومه ان الدكتور طه هو اول مدير فني في التاريخ يفوز ببطوله كاس الخليج الاولى رقم 70 بالكويت، ويمكن من 3 سنوات كان في تكريم خاص ليه بمناسبه في البطوله في خليجي 23 لما ارسل لي يعني امير الكويت يعني طائره خاصه لحضوره البطوله رقم 23 تقديرا لدوره واسهاماته الكبيره في الكره في الخليج. يمكن الدكتور طه التوخي طبعا على المستوى يعني الخليج وعلى مستوى مصر كمان يمكن هو اصغر مدير فني تدرب في تاريخ الكره المصريه.